يا رب حد يلحقنا. ايه يا لولي فيها خير يا لولي؟ مالك قاعد كده ليه؟ مالك؟ انت جيتي؟ اه جيت. الحمد لله على سلامتك يا اخي. خير؟ مالك يا سيد؟ مش طبيعي. هو انت مش واخده بالك ان الكافيه فيه حاجه مش طبيعيه؟ ماله حلوه؟ حلوه اه طبعا. وانت دريانه بحاجه؟ هو منها واليها نعود. هي ايه دي؟ الارض. مالك يا لولي؟ بس احكي لي. اتهموني بسرقه كهرباء، قالوا لي انت سرقت كهرباء وقتلت رمضان صبحي. سرقه؟ الحمد لله. متقلقش يا لولي، كل حاجه هتبقى زي الفل. المهم بس هنتجوز امتى؟ خدت انت بالك ازاي يالا؟ مفيش مشاعر يالا. في ايه؟ هتقول لي يالا؟ في ايه؟ في ايه يا بنت؟ انت هتتجوزي على نفسك وانت قاعده كل شويه نتجوز يعني؟ بقت ايه، مجنونه ولا ايه؟ هو ماله ده؟ انت مالك؟ ملزقه قوي. تدخل في علاقتنا ليه انت؟ نتجوز امتى؟ لما المده تخلص. مده ايه؟ الحبس. متقلقش يا لولي، ان شاء الله هتبقى مده قد كده. اه ان شاء الله. المهم بس مفيش كلمتين حلوين لولو؟ خد انت بالك ازاي يا يالا؟ خدتي بالك ولا لا يالا؟ وفي ايه؟ خد بالك بقى، خد بالك بقى يالا، خلاص مفيش دم يالا. يا لولو ركز معايا انا. كلمتين حلوين لولو. ربنا يسترك يا اختي ويهديكي الى الطريق السليم وللنور. بلاش النور يالا، بلاش النور. كل ما افتكر النور افتكر الكشافات يالا بسببك. معلش. تمام. ده انا هو حبيبتي. هو؟ اه هو. ماشي. بص، ما انا وراك وراك لحد ما هتتكلم. ربنا يكرمك يا بنتي.